بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالإخوة الكرام المهتمين بشؤون البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بتكلم عن ظاهرة بتتبعت لي كل يوم تقريبا، الإنبات عندي وحش في الطماطم، الإنبات عندي وحش في الفلفل، أصل الخيار ما نبتش على 4 أيام، أصل في مشاكل كتير. سبب المشاكل دي ايه؟ رقم واحد سبب مشاكل الانبات، واذا حصل حتى انبات المشاكل برضو بتجيني بعدها، يا باشمهندس الحقنا اصل الدنيا عندي زبول في البادرات، زبول بادرات فيه عفن في الجذور. يا جماعة والله العظيم الامور اسهل من ذلك، انتم مديون الامور اكتر من حجمها. انا عايز اصحى في يوم من الايام نلاقي نفسنا كده زي الجماعة الاجانب، والله الدنيا ماشية معهم كويسة تمام التمام. احنا مشكلتنا ان احنا بنسمع دقيقتين من الفيديو وبعد كده ولا كأنك موجود اساسا، المهم بس تحضره وخلاص. يا عم وانت حد غصبك تشوف؟ مش عايز تشوف ما تكملش وخلاص، اما عايز تشوف يبقى تتعلم، مش هتتعلم ما تضيعش وقتك، استغل المشاهدة ديت في اي حاجة تانية. والله بجد ما تتعبش نفسك ماشي، يعني بلاش تأزأز اللب مع المدام العشر دقايق بتوع الفيديو دول، وركز فيه عشان ربنا يكرمك. يعني الـ الـ الأمور ما هيش الزرة، ما هيش الزرة، بس إيه يعني إحنا بصراحة مشتتين، إحنا كعرب مشتتين بأمانة الله، ما تزعلوش مني. إحنا مشكلتنا ما بنركز. قدامك الإنبات أهوت، في مشكلة أهو أمشي لك عليه عين عين، أهو في مشكلة أهو أخده لك بالعرض أهو من الأول للآخر، عشان ما تقولش الراجل ده بيغني علينا ولا بيتكلم وخلاص. مين قال بأقسم بالله المكان؟ ها تمام، انت بقى عندك 10 ثواني ما انتش عارف تنبتهم ليه يا عم؟ رقم واحد الخلطه يا جماعه، الخلطه يا جماعه، الخلطه يا جماعه، الخلطه يا جماعه، ربنا يهديكم. قلنا عندي يا اما الخلطه جاهزه اللي هي الالماني موجوده في المملكه تمام، باخدها وبزرع فيها مباشره من غير اي حاجه خالص، بعبي وبزرع فيها خلاص كده في مشكله. الخلطه الثانيه اللي هي في مصر اللي هي بيتموس وفرموكلايد، بجيب بلت البوتموس المكعب الكبير اللي هو فيه بقى 4 قوالب 5 قوالب مع 3 شكاير فرموكلايد، ما زودش عن 3 شكاير فرموكلايد، واخلطهم مع بعض وما زودش الميه. ما زودش الميه ليه؟ عشان الصينيه ما تكبسش معايا والانبات بتاعها هيبقى زي الزفت تمام. دي رقم 2، تحط الكميات بتاعتك زي ما اتعلمتك في الفيديو بتاع المشتر، ارجع له لو ما شفتهوش تمام. بعد كده غطي واعمل اللي احنا قلنا عليه. رقم 1 في ان الانبات بتاعك يبقى كويس، رقم 1 ما تكبسش الصينيه، يعني حط الصينيه ما اقعدش ادوس، انت ما بتليس حيطه، ده زرع نبات صغير، حط كوم كده وامشي بس كده تمام، امشي بس مشي بايدك خليه يملى تمام التمام، وخرم وازرع البذره بتاعتك، وهات شويه تراب وغطيها زي ما انا شارح لك بالظبط في الفيديو بتاع المشتل تمام، زي ما انا شارح لك في الفيديو بتاع المشتل بتاع الطماطم تمام. دي رقم 1، ما تكبس الصينيه، جهز الخلطه بتاعتك كويس، ما تكترش ميتها لحد ما تدوس كده، دوس كده على الخلطه ما تلاقيهاش. انا قايل الكلام ده كلته بتنزي نزز، بس ما تسيلش ميه من بين الصوابع دي تمام. بعد كده ما تكبس الصينيه بتاعتك، بعد كده بتروي لحد تتاكد ان الميه او الريه دي اللي هي ريه المحياه بتجيب ميه من الصينيه من تحت. شايف الثقوب بتاعت الصينيه دي؟ شايف الثقوب دي عايزه تجيب ميه من تحت تمام. بعد كده غطي، سيب الصينيه لما تنشف وتصرف كل الميه اللي فيها، بعد كده غطي الصينيه بتاعتك تمام. بعد ما تغطي الصينيه بتاعتك تمام، راقب الانبات زي ما انا موريك برضو في المشتل، وبعد ما تراقب الانبات طلعت حاول تعرضها للضوء، وبرضو لو فيها رطوبه سيبها لما تتم الانبات بتاعها وتنشف الميه اللي موجوده فيها. ايه اللي هيعمل لي مشكله؟ تكتر الميه هيعمل لك مشكله. ليه؟ الميه بتطرد الاكسجين وبتعمل ظروف لا هوائيه في التربه، يعني التهويه بتبقى وحشه، وبالتالي زياده ثاني اكسيد الكربون بتظبط لي عمليه الانبات، بتظبط لي عمليه الانبات. ركز في الحته ديت كويس جدا، ما تكترش ميه، ما تكترش ميه لان هتعمل لي مشكله. تعال نشوف كده، شايف دي ما فيهاش ميه مشققه اهي، شايف مشققه اهي، شقوق اهي، شقوق اهي، شايف دي علشان فيها ميه. ليه؟ الصينيه بس مايله شويه، يعني انت بتحط الصينيه تكون عدل، الصينيه مايله شويه، شايف لسه يا دوب بتطلع اهي، دي مشكله ايه؟ مشكله ميه تمام. دي رقم 1. رقم 2 العمق اللي انت بتزرع، انا قلت لك الحته دي بس العمق،
في واحد هيحطها لي بقى تحت كده، هو حر مش هتطلع تمام. وما تكترش ميه عشان مش لو انت معري مثلا وزارع كده، ما تكترش ميه عشان البذور بتاعتك ما تعفنش، عشان البذور بتاعتك ما تعفنش. طيب يبقى اتعلمنا رقم واحد الخلطة بتاعتي، رقم اتنين اظبط المية بتاعتي، رقم تلاتة عمق البذور بتاعتي ما يكونش زيادة عن اللازم تمام. طيب بعد كده في عامل مهم جدا بيأثر والناس ما بتاخدوش في الحسبان، وهو التمبريتشر او درجة الحرارة. الانبات بيزيد بزيادة درجة الحرارة ماشي، بي 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 مش بيزيد كمان، بيسرع في زيادة درجة الحرارة تمام. لو زيادة درجة الحرارة عندك تلاقي الخيار على اليوم الرابع، آخر اليوم الرابع من الزراعة 4 أيام كاملين تلاقيه طالع. الطماطم على اليوم الخامس أو السادس بتلاقيها طالعة. طب الخيار في اليوم الكام في لو الحرارة النهاردة الليل طويل في الأيام دي يعني تمام، الليل طويل والنهار قصير. طب في الليل بتبقى درجة الحرارة مثلا داخل البيت المحمى تكون كام، 13 14 15؟ طيب ده يحتاج له 8 أيام كاملين الخيار عشان يتم الإنبات بتاعته. يبقى درجة الحرارة نفسها هتعمل لي مشاكل في عملية الإنبات، فما استعجلش في القصة دي خالص، واعرف ان الأمور دي أمور طبيعية. لأن في ناس بتزرع مثلا في نص شهر 2 كوسة خارجية، ممكن تقعد 20 يوم على ما يتم الإنبات بتاعها، تزرع في الأوبن فيلد تقعد 20 يوم على ما يتم الإنبات بتاعها تمام. طيب يبقى اتكلمنا عن درجة الحرارة وعن العمق بتاعة البذور، ما تحطوهاش جامد عميقة، زيادة المية، ان الخلطة تكون مش مظبوطة. بعد كده يا جماعة الحيوية بتاعة الجنين، الحيوية بتاعة الجنين، ممكن البذور تكون مخزنة في ظروف غير جيدة، وبالتالي لو مخزنة مثلا حصلت حركة مثلا في مصر من كام سنة، أنا مهندس تسويق في شركة محترمة يعني، حط البذور بتاعته في شنطة السيارة، شنطة العربية بتاعته، وسابها في الحرارة، يركن في المشتل ده يقعد شوية، يركن في الشركة ده يقعد شوية، سابها كم يوم في السيارة في الشنطة بتاعت السيارة من ورا، وبالتالي زيادة درجة الحرارة بوظت كل البذور، وكل الناس اللي خدت طبعا ما طلعش الإنبات بتاعها. إذا فالظروف الغير جيدة للتخزين بتعمل لي مشكل كده، ليه؟ بتقضي على الحيوية بتاعة الجنين، وبالتالي الجنين موجود بس ما عندوش الحيوية اللي هو يقدر ينبت بيها ويكمل دورة حياته. زي أي إنسان ما بروح لدكتور ما بيخلفش، إيه أصل والله الحيوية بتاعة الخلايا الذكرية عندك مش مظبوطة، وبالتالي ليست لها المقدرة على اختراق البويضة بتاعة الست، وبالتالي ما بيحصلش حمل. هو نفس الطريقة بالظبط، هو الحيوية بتاعت الجنين مش مظبوطة أو قليلة، وبالتالي لما بنزرع البذور بيحصل إن أنا البذور دي الجنين ما عندوش حيوية إن هو يكسر القصرة بتاعت الحباية أو يعمل تهتك للغشاء بتاع البذرة، وبالتالي بيموت وهو لسه في البذرة، ونتيجة ان هو ما تحركش انت بتضيف مية، فبالتالي بتبص تلاقيه عفن. دي حالة من الحالات وبتحصل كتير، ودي مشكلة مش مشكلة الفلاح، دي مشكلة الشركة اللي هي شغالة تمام. يبقى طيب بعد كده يا جماعة قلنا الضوء ما يتعبنيش قوي في الفلفل والبتنجان والطماطم وكده، ما تعبنيش ابدا، ما يعمليش مشكله طول ما النبات ما نبتش. بس النبات ابتدى يشم نفسه كده وهيطلع فوق، يبقى لازم اطلع في الضوء على طول، لان بدون الضوء هيخرب النبات بتاعي. شايف الطماطم على فكرة احنا كنا عملنا لها فيديو زرعتها من 15 يوم، شايف تقريبا نسبة الانبات بتاعتها 10 على 10. طيب شايف ده لو مفيش اضاءة دي تفضل صفرة ما تطلعش خالص يعني طول. اي نعم ما عنديش مشكلة ان هو يتم منه اغطيه في فترة الانبات، بس مجرد ما يعمل المنظر ده، شايف المنظر ده لازم يطلع، شايف مجرد ما هو لازم يطلع واتناشر في الضوء عشان تتم عملية البناء الضوئي ويتم الانبات بتاعه على خير تمام. طيب
بعد ما نبت وتمام التمام، الرجاله شافوا المنظر كده، شايف اللون ازرق ازاي؟ ليه؟ محافظ عليه من الميه. طب انت بقى كل ما تحط التليفون بودنك، او الراجل اللي شغال في المشتل يحط التليفون في ودنه وعمال بيكلم في الجيرل فريند بتاعته وعمال يدي ميه، ما مش في دماغه اصلا زرع، تمام، عمال يدي ميه، في الاخر الميه كترت بهدلت للدنيا، تمام، الزرع اصفر، وبعد كده بعد الاصفرار اسود. الزرع بعد ما كان ازرق كده اصفر، وبعد الصفر حصل له ايه؟ اسود، يعني شل، مات ليه؟ نتيجه الميه كتيره، واصلا الجدر ما بيسحبش ميه، وانت كترت الميه عليه، تمام. فاشبهها لك بحاجه، طفل وقع في البحر وواحد كبير وقع في البحر، انه اللي هيموت الاول؟ الطفل ليه؟ ما عندوش، غلبان، عيل، ما فيش، مش قادر يواجه التيار، فبالتالي مجرد ما اتحط في البحر خلاص. الكبير هياخده التيار بس ايه، اهو بعافر شويه مع التيار، بيطلع فوق شويه، يعني هيقعد له ربع ساعه هو كمان ويتوكل على الله. ولكن يعني قصدي النبات الكبير ممكن يتحمل كتر الميه، تمام، وفي الاخر برضه هتعمل له مشكله ومش هيكمل دورة حياته. النبات الصغير لا، من أول تشك مية هيحصل لي كارثة كبيرة جدا 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 في الـ الـ البذور اللي هي منبتة جديدة دهي. يعني شايف المنظر ده؟ مية كتير هتتدمر على طول، مية كتير يعني بندمر الزرع بتاعنا. يبقى المية يا جماعة، المية 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 المية. بعد كده بالله عليك في العمر ده هو ممكن تسقي يونيفورم، ممكن تسقي يونيفورم، تسقي منقط ريزوليكس، اي حاجه ما تتعبكش، يعني ممكن تسقيها عشان ما تتعبكش فيما بعد وتعمل لك مشاكل في الامراض اللي ممكن تحصل لنا. ده اعتقد اللي ممكن يحصل لي عمليه البذور. يبقى انت قصه البذور دي العمق بتاعها الحراره، درجه الحراره، حافظ على درجه الحراره، المية بتاعتك تحكم فيها كويس، السورسز بتاعك، المصدر اللي انت هتشتري منه شركة محترمة. خد بالك في حاجة، لو بتزرع هجين، الهجين فيه قوة وبنبت بسرعة، لو بتزرع نبات عادي لا، ده بيقعد فترة على ما بيطلع، بيزيد شوية، يعني ممكن ياخد يوم زيادة. عن الهجين ده عن تجارب، يعني يمكن بعض الناس كتير ما بتصحلهاش، بس انا صحيلها كويس، تمام. القصة دي من قلة المية بس دي طبعا مش زي ايه، زياده الميه، بص لا واخده، ليه ما فيش ميه بيخليها النبات يقدر يشيل ال 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 الغطاء بتاع البذور ده، فبيعمل لي المشكله ده. عايز السيمتريه ده يا جماعه، وربنا يهدي الجميع يا رب.